لو الحكاية فيها إن فيجو عيني. يعني انت مش عايز نفتح الفتحات؟ لا انا ما الفتحات بتضرني لان انا مسند الى استصلاح المنطقه دي. مش بحيره. صح بقى تجفيف ده بحيره. نحط بحيره. انا مسند الي كشف التحديد اللي صادر ليا بيقول ان الارض دي ارض زراعيه من قبل 75 سجل عيني بيقول بدع. انت حضرتك شركه خاصه بتعمل لهم شغل يعني؟ أيوة. انت ولا بتكفف لصالحك؟ لا لصالح اعضاء الشركه اللي هي الجهاد. الشركه الجهاد. لا خلي الجهاد المره دي ان احنا نخلي عندنا ميه ده تقييما للموضوع. ماشي. مش هبص مش هبص ماشي مش هبص ماشي. انا مش انا هنفتح الميه للسمك للمريوط. محدش يجرؤ انه يقفل الميه على المريوط ولا يجفف. اللي قال لك يجفف يعني عند البيت نفتحها؟ في فتحة يا سيد بيه. نعم يا باشا. حاضر يا باشا. حاضر. بعد الكلام انا مدير بقول لك في فتحة صادر لها مقفولة الترخيص. يا سيدي بس فتح سيد بيه. في فتحة مقفولة؟ كان فيهم مقطع ورا ومقفولة. طب وبعدين متفتحها؟ ما نفتحها يا فندم. امتى؟ دلوقتي. كلم دلوقتي الشركة. كلم الحفار يجي يفتحها دلوقتي. امال بتقول لي كل حاجة مفتوحة ازاي؟ لا انا قلت للشركه هم كان جافوا. قلت لي التسعه مفتوحين. هم دي كانت الورا اللي جافت يا بيه دلوقتي على طول. انا واقف اهو مش همشي لما يجي الحفار. القلم يا حبيبي يا سيد بيه. شوف لنا كلكم كل واحد شوف اي واحد مقاول شغال عنده جيب حفار بيجي وعملوا لنا محضر ان احنا فتحنا يا بيه. انا هفتح لك كل هشيل لك الجسر كله لو عايز. الله يخليك. الله يخليك مع الوزير. احنا جايين عشان كده. انا لغيت ترخيص امبارح وجاي عشان كده. لو عايز اشيل لك الجسر كله ماشي. إيه؟ انا بقول لك لو عايز شيل الجسم كله الاعضاء والبشر اللي عايشين الوطن هي معروض اللي احنا لقيناها. 560 ولا ملايين الناس. ملايين الناس. ايه اللي حصل ابو 500 كده؟ ايوه يا باشا. ما انتوا عليكم فلوس وزاره الزراعه ومال. فيجو